كاس 26 تياغو أزولاو، 11 ريكاردو جوب استيفاو. تغيير وحيد قام به مدرب بيترو نواندا، مانويل أغوستينو دو سانتوس كياكو يبدا اساسي في هذه المباراه من جانب غافين هانت. مدرب فريق كايزر تشيفز يختار النيجيري دانييل اكبيي في حراسه المرمى. رباع الدفاع 22 زولو، 30 نجيزانا، رقم 2 مفاليلي، 3 اريك موثو. وسط الملعب 19 هابي ماشيان صاحب الهدف الثاني في مباراه الذهاب، 6 كيرين باكوس، 12 بلوم، 7 لازالوس كامبولي، وثنائي الهجوم 25 برنارد باركر، 21 ليبوغانغا مانياما. حكم المباراة البوراندي باسيفيك دابي هاوي نيمانا أمامنا على الصورة في إدارة هذا اللقاء. آخر فرصة لفريق بيترو أتليتيكو، إمكانية الانطلاق من كيرين باكوس. كيرين باكوس التوزيع والتدخل من الحارس سينيوري. 11 مرة الكاس و6 مرات السوبر لانجولي. تتعدى كرة في لاني زولو، إمكانية العرضية من برنارد باركر. تويلا كرة، إمكانية الاستلام في كرة إيرمان جيلدو بيكاس. التمهيد إيرمان جيلدو لتياغو أزولاو. يتقدم كل من نيلولا وجوزي جينيور. ترجع من الدفاع جرات بيترو لواندا وكايزر تشيفز. نتابع في الانتظار برنارد باركر. خطيره ذي كوره لكيرين باكوس. التصويب والاعتراض مان يامان في كوناكري ذات حوريه. يتعدى في هذه الكوره كامبولي. التمهيد امكانيه كيرين باكوس وقبله. يترك التنفيذ لبرنارد باركر. يرفع كرة باركر خطيرة وتال أنطون سابلانكا أمام الوداد، كذلك في نفس الجولة الماضية. تمشي كرة من جانب فريق كايزر. إيقاف كرة رصيد لعادة باركر في التنفيذ. كرة مرتدة إلى حد الآن بعد ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات. تمشي كرة في لاني زولو والتغطية حق باركر. يرفع كرة في القائمة الثانية. استلام بالراس بعيده كوره رامي لوي. انفالي فريق كايزر تشيفز. فاليلي تولى كوره انفاليلي. يمشي هابي مكنه. الانديه الجنوب افريقيه اللي تشارك على مستوى المسابقات القاريه من التركيز على المباريات القاريه. رامي لوي امام ريكاردو استيفاو. التاخير تمهيد والدفاع موجود في الابعاد. اريك موثو ريكاردو تشوب يعطي الحكم إشارة التنفيذ. ابعاد كره بالراس رامي لوين. جنوب افريقي فريق كايزر تشيفز. نتابع هذه الكره وموجود الحارس. ينطلق بكره في لاني زولو. موجوده التغطيه من دانيلسون. ترجع كره ديوغونيس كابيمبا. يتابع فيه في التوجيهات طبعا بهذه المسابقة وبهذا اللقب دوري أبطال أفريقيا. كرة مباغتة حظوظه كاملة. هذه كرة كيرين باكوس يدخل منطقة الجزاء. كيرين يرفع كرة في القائمة الثانية. برنارد باركر انطلاق بكرة بيدرو فرانشيسكو. لازالوس كامبولي في بوتا من جيز. كان يلعب في فريق لومون في الدوري الفرنسي في دوري الدرجة الثانية، ثم في الدوري الأسترالي في ويسترن سيت. حط التمرير أو يرجع ياخذ مكانه على الجهة اليسار. يلعب مع هابي ماشيان والتغطية من دانيلسون. النقطة الأخيرة لنهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. مرفوعة كورة في القائم الأول. ترجع من الدفاع رامي لوين. فاليلي ما خذاش كما يلزم. وقت لدفاع كايزر تشيفز للانتصار وإعادة التمركز. يتعدى ريكاردو التوزيع وكورة الهدف الأول قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. كورة ترجع من ركنية مرتدة إيرمان جيلدو وسالة في دي سينيوري أنتان لازالوس باركر. الآن التوزيع والاعتراض موجود. ماريو دي أوليفيرا حاول يدير التوزيع لبوغونغ مانياما وفق التوازنه. قرشع دفاع بيترو لواندا وزيع على الامكان في هذا الشوط الاول. لبوغونغ مانياما. مانياما بعيده
بعيدة كورته بلا كورة في القائمة الثانية المتابعة من بيدرو فرانشيسكو. 12 جابوا لو بلوب سبعة لازالوس كامبولي. هذه كورة ومرتدة كان ريكاردو استيفاو. مرفوعة كورة ريكاردو مباغتة دانييل وكادت تباغت دانادا لم ينجح في إبعاد دانييل أكبي. تجاوزت مدافعي فريق قايز بيتر لواندا وكايزر تشيس. إيرمان شيلتو يرفع كورة ترجع بالراس من إريك موثو. هذه المجموعة الثالثة تمشي كورة دو سانتوس كياكو والتصويبة مباغتة داني سيلاس. عملية الضغط لازالوس كامبولي بثلاثة من مدافعي فريق بيتر لواندا والمخالفة لبيدرو فرانشيسكو. ترجع نشوبو لوبلوم ترجع كرة من جديد سيبونغا جيزانا في كرة بعيدة يتابع من بيرنارد باركر. ضربة ركنية كرة بالراس ضغط لأنغولي داني سيلاس. التوسيع مرة بالكرة والفرصة الأخطر لبيترو رواندا وآخر الشوط الأول بكرة راسية بعد عرضية ريكاردو جابان جيلدو. كابيمبا التوسيع والاعتراف موجود اعتراف لريكاردو جوب. ريكاردو جوب عرضية أخرى تاني وعلقام يبدو لي لمسة القدم اللي يصنع الخطورة منذ انطلاق هذا الشوط الثاني على دفاع فريق كايزر تشيفس. إيرمان جيلدو ينجح في استلام الكرة يتعدى في لانيسولو خطير الإمكانية عديت أمام كامبولي بعيدة بعيدة على جوجمان ياما يوما كيرين باكوس وضربة مخالفة يعطي إشارة التنفيذ. باركر أو مانياما لبوغانغ مكانيبيا لمرمى أنطونيو كورة لبوغانغ عن مانو سيكسي. أوغوستو أنطونيو دومينغاس في مباراة اليوم أمام حوريا في كوناكري. المخالفة لفريق كايزر تشيفز مرفوعة كورة بالراس كورة بالراس من إيريك موث. التأخير الأول في المباراة بعد 67 دقيقة من جانب فريق كايزر تشيفز. مهاجم أزالاو مع إيريك موثو مرفوعة كورة بين مدافعين ياخو كورة جيزا ريكاردو جاب استيفاو يرفع كورة يخرج أكيبيتش. سمير نوركوفيتش يرجع لإيمان ياما يبعد على الحارس أنطونيو كورة في طريق. التنفيذ في القائمة الثانية كامبولي وخروج على إهدار هذه الكرة. كرة بالرأس بعيدة كرة الرأسية نافريد يستقبل في جوهانسبورغ فريق الوداد. كرة مباشرة عديت أمام رامي الويف. إيرمان جيلدو إيرمان جيلدو مانياما يحط كرة لكيرين باكوس. كيرين باكوس لبلوم انجابولو والتدخل موجود من دار